السلاحف البحرية موضوع شائك في حنجرة علماء البحار، رغم تتبعها عبر الساتل، لكن لم يكتشف العلم إلى يومنا هذا سبل اهتدائها في وقت معين، ذكورا وإناثا، جماعات على شواطئ البحار حيث مواطن وضعها للبيض. والعجيب العجاب أنها تعيش فرادى بعد ذلك التجمع السنوي، وأن الإناث بعد أن تضع البيوض تبدأ في التزاوج، وتبقى تلك المسالك التناسلية الأنثوية محتفظة بالحيوانات المنوية إلى حين وضع البيض بعد سنة تقريبا. إذن هذا موضوع ما زال يقض مضاجع فطاحل علماء البحار. وذهب كوستو في هذا الصدد إلى جزر غالاباغوس، حيث ذهب من قبله بين 1831-1836، مكث 5 سنوات على متن تلك الباخرة العلمية. خلال سفره العجيب تشارلز داروين، مؤلف هذا الكتاب أصل الأنواع، صاحب نظرية التطور، واقتبسها من مكوته في تلك الجزر العظيمة، جزر غالاباغوس، والتي هي في حوزة بلد الإكوادور. ذهب هناك هذا العالم الراحل جاك إيف كوسو، وانبهر هو الآخر بالتنوع كثير من الحيوانات، بما فيها السلاحف العظيمة، السلاحف البرية والسلاحف البحرية، وهي عظيمة وكبيرة الحجم مثل سيارة دو شيفو والليركات. وقام ببحث عظيم هذا الباحث الجليل على هذه الوزغة، ليغوان مارا. هناك ليغوان مارا الذي يأكل هذه الوزغات، تأكل طحارب البحر وتغوص، وهذه الوزغة أختها أو بنت عمها لا تستطيع الغوص وتأكل التين الشوكي البري. وخلال بحثه قام الراحل جاك إيف كوسو مع فريق علمي متخصص في تسجيل نبضات القلب، تبين للفريق العلمي الذي كان يشرف عليه كوستو في تلك الإقامة بجزر غالاباغوس أن هذه الوزغة فريدة من نوعها، حيث توقف إطلاقا نبضات قلبها فيتوقف عن دقات القلب. فلتتعجبوا معنا كم هي مختبئة هذه الكنوز المعرفية في هذه الحيوانات وهذه النباتات. ولهذا صح من قال: البيئة أكبر مختبر، وهي تدعونا للتأمل والنظر. وقال مولانا سبحانه عز وجل في صدر سورة فاطر: قل من يرزقكم من السماء والأرض. صدق الله العظيم.